في بث مباشر صادم، أسامة الخليفي يحاول الانتحار. في خرجة مفاجئة وبعد دخوله في حالة اكتئاب عميقة، قام الناشط السابق في حركة 20 فبراير أسامة الخليفي ببث مباشر لمحاولة الانتحار بتناول سم الفئران. وظهر الخليفي المقيم بمدينة مكناس في حالة يرتى لها في فيديو على صفحته الشخصية بالفيسبوك، مدته دقيقة واثنان وعشرون ثانية. وتحدث أسامة الخليفي عن حبه للبلاد وللحياة، لكنه يفضل الحياة الأخرى بحثاً عن الاستقرار بعد التعب الكبير الذي يحسه، طالباً من أصدقائه الدعاء له وتذكره بالخير. هذا ولا يعرف بالضبط مصير الخليفي وهل تم التدخل لإنقاذه.